السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازيك يا حبيب قلب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الخير او مساء الخير على حسب توقيت شو الفيديو روتين النهاردة في بيت اهلي ده تاني روتين ليا في تاني روتين قصدي في القناة ليا من روتينات في بيت اهلي انا هنا روحت لبيت امي بالليل ونمت عندها صحينا تاني يوم إيه فطرنا وقعدنا مع بعض وبعد كده قمت ايه المكان اللي احنا نمنا فيه اللي احنا فيه في غرفة إيه؟ الاطفال اول حاجة فتحت الشباك شمس عشان يدخل شمس انا احلى حاجة في بيت امي الشمس بي فيها جميلة جدا عن بيتي البيت الشمس بتروح منه بدري جدا لا عند امي بقى الشمس فيه طول النهار جميل جدا انا بحب البيت اللي بيكون فيه شمس وضاءة كده ربانية ضاءة الشمس بحبها تخش بلد تبقى جميلة قوي انا بفتح فتحت الشباك زي ما قلت لكم اول حاجه شلت الملايات وبلمع من فوق وبلمع السرير وبعد كده هنفض السرير شكرا لكل حد دخل في قناتي واشترك في قناتي وعمل لي كومنت ولايك متشكرين جدا انتوا وجودكم في قناتي شرف كبير ليا بنكبر مع بعض وهنبقى بقى ان شاء الله يعني إيه جيش قوي جدا او اخوات قويين جدا ان شاء الله بيكوا باذن الله واتمنى تعمل اتمنى تشجعوني اكتر وتحفزوني اكتر عشان اكون تملي معاكم وننزل لكم فيديو على طول خلصت اول سرير وتاني سرير خلصته بس ما جبتوش معاكم خلصته مع نفسي ووريت لكم في الاخر وبمسح الترابيزه كويس وبرده احط على المفرش بتاعها اكيد طبعا بيت اهالينا بنلاقي في راحه نفسيه ذكريات زمان واحنا صغيرين يعني البيت الاهل لا غنى عنه يا جماعه والله العظيم لو احنا عايشين في قصور لو احنا عايشين فين في فيلا في بيوت بتاعتنا لا لا غنى عن بيت اهالينا ليا وتاني ريحه تانيه اللي ريحه كده والجو كده ريحه واحد زمان والبال و... المرتاح اللي انت كنت بتتلم انت واخواتك على تربوزه واحده تاكلوا تشربوا كده مع بعض تحكوا انت واخواتك ذكرياتكم مع بعض آه لا حاجه تانية اه انت لو جو كبرتوا وتجوزتوا بس برضو غير لما بتكونوا لما بيكون في بيت واحد طبعا بيكون يعني أخوتنا معانا وشايفينهم كل يوم غير بقى لما نكبر وكل واحد يتجوز وتلهى في حياته والمسؤوليات اللي كبرت ومع اولاده وكده ربنا يعينهم يا رب ويخليهم لينا وما ابدا عن بيوت اهالينا يا رب انا بلمع دلوقتي الدولاب والدولاب جواه مكتبه في التلفزيون وحاطين فيه الجاز الدش واللوتر والمصاحف إيه بالرغم احنا عندنا شاشة بس بنحب التلفزيون متعلقين بيه بالذكريات الجميلة بالرغم التكنولوجيا اللي احنا وصلنا فيه بس في حاجات احنا متعلقين بيها حاجات بتفكرنا بزمان وبذكريات جميلة جدا لا غنى عنها والله يا جماعة بيبقى في حاجات متعلقة بينا ذك ذكرى يعني حاجات جميلة جدا انا خلصت دلوقتي الدولاب والمكتبة وخلاص هكنس بقى الارض انا دلوقتي هشيل بقى كل السجاد واطلع المشيه الحمرا دي في على الشباك عشان دي الشمس انا بقلب بتقلبي السجاد على ظهره عشان تنزل كل التراب لو فيها تراب لو فيها اي حاجه تنزل تمام كده تمام اهو زي ما انا قلت لكم بشمسه مسوا الشمس حلوه ازاي جميله قوي عند امي بقى اشيل السيجاره الثانيه بس قبل مد... مش... ما اشيلها اقوم كانسه هنا يلا بقى أم بقى تشجعي وخلصي اللي وراكي وشوفي انت وراكي ايه الله وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي دايما اذكر الله لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله سبحان الله واستغفري استغفرك وأدوب اليك انا عايزه تشاركوني في رايكم الفيديوهات الجايه اعمل فيديوهات اعاده تدوير يعني زي حاجات رمضان اعاده تدوير حاجات رمضان فوانيس مفارش طبله عامله انا عاملة عندي في القناه اللي ما شافهاش يخش يشوفها عندي فاول ما فتحت القناه خالص انا عامله كل ده وممكن نعمل افكار تانية نجدد فيها إيه ولا عم نعمل نبدا نعمل, نعمل تفريزات بقى رمضان وتنظيفات رمضان ايه رايكم وانا عايزه اعرف اللي بيتابعني بيتابعني منين من اي بلد اكتبوا لي في الكومنتات وانت بتتابعوني منين انا بحب اعرف ونتعرف على بعض اكتر زي ما انا قلت من بعد ما من نجنس ونروق كل حاجه لازم نلمع التلمع الاخيره دي خلاص بقى ايه ده خلاص بقى الشكل النهائي شوفوا بقى الراحه النفسيه والجمال إيه لا 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 حاجه تانية حاجه تانية بيت العيله ده دوان حاجه تانية فعلا انت مهما عشت في قصور بيت اهلك حاجه تانية إيه ربنا يخليهم لينا ويضمن في حياتنا يا رب ويخلونا اخواتنا واهلنا وكل... كل حبايبنا وفي نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل واللايك وكومنت حلو زيك مع السلامه احلى أخواتي في الدنيا استودعكم الله